صباحكم من جديد وحياكم الله معانا صباح الجمال في هذه الفقرة الخاصة. وحلم الكثيرين أو الجميع مثل نقدر نقول أن تكون عندهم البشرة صافية ناعمة خالية من العيوب، خالية من أي شوائب، خالية من أي حبوب، خصوصا بشرة الوجه. وفي هذه الفقرة مشاهدينا بنتعرف على أحدث التقنيات الخاصة بتبييض البشرة، وأيضا يعني الكثير من المعالجات الخاصة بالبشرات وأنواعها. نتعرف في هذه الفقرة على الدكتورة منى صالح، أخصائية جلدية. يا هلا ومرحبا بتيانا دكتورة. أهلا بك، كيف حالك؟ الحمد لله الحمد تمام. لله. دائما أول شيء يعني لما ندخل على الدكتور، إذا كانت جلدية نشوف بشرتها، إذا كان أسنان نشوف أسنانه، إذا كان يعني حسب كل تخصص. وأنت ما شاء الله أيضا بشرتها أقدر أقول يعني بشرة رائعة. مرسي. خالية مرسي. من يعني من أي حبوب، وهذا اللي يتمناه الجميع. خلنا في البداية نتعرف بشكل سريع ملخص أنواع البشرات. اوكي، طبعا في بشرات جافة. أيوة. وبشرة دهنية وبشرات مختلطة. صحيح. اوكي، معظم الناس بتبقى مختلطة واللي هي دهنية في التي زون. نعم. وجافة بالذات اراوند ايز وحوالين البق. نعم. هاي تكون ميكس يعني فيها نوعين، الجاف وايضا النوع والدهنية. الاخر. نعم. أوكي. نعم، هذه بالنسبة للأنواع بشكل سريع. طيب، قبل ما نبتدي في تقنية تفتيح البشرة، خلنا ناخذ التبس أو يعني الطرق اللي مفروض نستخدمها يومياً في المحافظة على بشرة الوجه. هو المفروض يعني كل يوم الصبح بنغسل وشنا بغسول بدل صابونة، لأن بيبقى دايماً الصابون فيه كيماويات بتبقى شوية قوية على على الجلد. وبعد كده التونر، ولازم واقي شمس اهم حاجه الصبح عشان هنا الشمس قويه. اوكي، ولازم نستخدمه بطريقه صحيحه اللي هو قبل التعرض للشمس بنص ساعه وكل ثلث ساعه لو ستيل متعرضين للشمس. نعم. اوكي، بنيجي بقى في فتره الساعه 6 7 بعد ما تكون الشمس راحت. اوكي، نبتدي تحط المرطبات او مثلا كريمات علاج الحبوب لو عندنا حبوب. اوكي، كريمات التفتيح. اوكي، الحاجات الفيتامين سي عشان يدينا جلو الشراقه، بيساعد على التفتيح مش بيفتح لوحده، هو انتي اوكسيدنت، انتي فري راديكلز، يعني بيمنع الاكسده اللي هي والاشعه الضاره بتاعت الشمس. نعم، هذا بالنسبه لفتره الصباح والمساء. طب وقبل النوم، غسيل الوجه قبل النوم بالطريقه الصحيحه، مسح الميك اب، هاي الاشياء اكيد مهمه. طبعا هو لازم يعني اهم حاجه نمسح الميك اب كويس جدا قبل ما ننام. اوكي، عشان البشره تتنفس. اوكي، بس انا ببقى حابه يعني مثلا نبقى حاطين الكريمات قبل ما ننام بساعتين ثلاثه عشان ما تتمسحش في المخده. ويبقى في جلو اشراقه واحنا قاعدين. الكثيرين يعني الكثيرات عشان لو يعني لو نمنا على طول هتتمسح على طول، وهاي هاي اللي يسوونه الاغلب يعني قبل ما ننام على طول. نحط الكريمات وهذا اخذها خطا، يعني لازم قبلها بفتره شوي. ده الاحسن. نعم. ده الاحسن. فتره النوم شو يصير في البشره؟ ليش دائما نقول عشان البشره تتنفس اثناء النوم نمسح الميك اب بالشكل الصحيح، او ما نخلي اي بقايا للمكياج على الوجه لان البشره تتنفس اثناء النوم؟ فشو اللي يصير اثناء النوم؟ لا، هو عشان الميك اب بيقفل البورز، الخلايا الموجوده، الفتح، المسامات. بالظبط بالظبط، فالمفروض يعني الاكسجين وكده، ف ما بتبقاش البشره صحيه. نعم. طيب اوكي، هذا بالنسبه للبشره وكيفيه الاعتناء بها بشكل سريع. ندخل في تقنيه تفتيح البشره. اوكي، وهي هذا يعني التقنيه الجديده نقدر نقول عنها. واللي بنركز في حديثنا عنه اليوم. ما هي هذه التقنيه الجديده؟ هي تقنيه المايكرو باتش. مايكرو باتش دي بتبقى موجوده في ماسك للتفتيح وانه يدي جلو اشراقه للوش. المايكرو باتش تكنيك الموجود في الماسك ده مختلف عن بقيه الماسكات الموجوده في السوق، ان هو بيبقى مفعوله سريع جدا وبيمتص في بالبشره بصوره قويه عميقه، فاللي بيؤدي ان مفعوله بيستمر حتى بعد ما بنشيل الماسك. نعم. هو الماسك ده بيبقى بيعمل طبقه رفيعه على الجلد شفافه. نعم. اوكي، بتشال بسهوله جدا من غير ما يسيب اي لون، بنسيبه ثلث ساعه. اوكي، وبعد كده بنحطه يوم بعد يوم،
بيبقى مكون من كلها مواد طبيعية مستخلصة من العنب، التوت، الفراولة. وبيبقى حلو قوي للناس اللي عندها مناسبات صغيرة سريعة، أوكي، ومحتاجة تدي بس جلو وشوية تفتيح للبشرة. إذا هو عبارة عن ماسك يتم وضعه في المايكرو باتش تكنيك ده. نعم. okay. في هذه المواد التي تساعد على إشراقة البشرة. بالضبط. نعم. تختلف أكيد من بشرة إلى أخرى، يعني عدد المرات اللي نوضع فيها هذا الدواء أو هذا الماسك. شو اللي ممكن يلعب دور في اختلاف عدد المرات؟ هو الأحسن يعني إحنا بنشوف تحسن، يعني بتحسي بتحسن من أول مرة، بس الأحسن طبعاً مرة بعد مرة بتشوفي تحسن أقوى، بس هو يوم بعد يوم، وبعد كده ما بنلاقي النتيجة الكويسة ممكن نقلل بعد كده. طيب جميل. هل في بشرات يمنع عليها استخدام هذه التقنية؟ طبعا حسب، المفروض الطبيب الأول بيشوف البشرة ويشوف إيه المشاكل، وساعتها بيقدر يحدد هل يعني ممكن أن يكون في حالات يمنع منها استخدام، يعني مثلا بعض قليل. الحالات اللي بيبقى الجلد حساس قوي او كده، عندها حساسيه من ماده معينه، فطبعا ما بنرد. طيب هل يعني تناسب البشره البيضاء والسمراء في نفس الوقت ولا تختلف؟ هو يعني ماسك للتفتيح وانه يدي جلو. نعم. فلو واحده بشرتها ما فيهاش مشاكل مش هتحتاج تحطه، بس هو بيدي جلو بس، فحسب يعني الدكتور بيشوف ويقيم وبيوصف لها. نعم. اللي هي تحتاجه. جميل. رائع. إذن هذه التقنية المايكرو باتش مثل ما ذكرتي، يعني فيها مواد تساعد على إشراقة البشرة في كل الأحوال، يعني سواء كنا نحتاج أو لا، في النهاية يعطي إشراقة. بالضبط. يعطي إشراقة، وممكن أنه يعالج مشاكل موجودة في البشرة إذا كان في حبوب أو آثار للحبوب، ممكن أنه يزيلها، يساعد على إزالتها. لا، هو بس للتفتيح والإشراقة، لو في بقى مشاكل تانية، حبوب أو كده، ممكن نحتاج حاجات تانية. نعم. إنزين منى، شو تلاحظين نحن يعني هني في منطقة الخليج أو بنات الخليج يحبون تفتيح البشرة أو اسمرارها؟ لأن أنا أعرف الأغلب يحبون التان والسمار، أنت شو تشوفين بالنسبة للي يراجعونك في العيادة؟ لا، هو معظم الناس عندها مشاكل في التصبغات، يعني بيبقى عندها تصبغات مثلا، بالذات اثار مثلا بعد الحمل، الميلازما، او عدم توحد اللون هنا كتير جدا، عشان هنا الشمس قويه، فقل تعرض للشمس من غير واقي شمس بيعمل uneven skin color، والناس مش بتحب ده، فدي مشكله ناس كتير بتعاني منها. نعم. اذا هاي بالنسبه يعني بالنسبه للشمس نلقيها واثرها على البشره. في ناس عندها نمش من الشمس. نعم. نعم. بالنسبه لتقنيه المايكرو باتش، هل هي مكلفه او كيف اسعارها؟ لا هي مش يعني، هو ماسك بسيط بيستخدم كذا مره، بيقعد شهرين ثلاثه. اسعاره مناسبه، ممكن انه مش يعني اسعار او كبيره او كثيره، ممكن اي حد انه يستخدمها. لا اي ثينك ان معظم الناس تقدر تستخدمه وما فيش مشاكل، وهيقعد معاها فتره شهرين ثلاثه، تستخدمه يوم بعد يوم. لكن جدا مهم مراجعة الطبيب يعني لإعطاء هذه الوصفة. الأحسن، عشان حتى يعني لو في مشكلة تانية هينصحها هي ممكن تعمل إيه أو كده. جميل. طيب كم مرة يتم وضع هذا الماسك؟ زي ما أنا قلت، هو بيتحط على الوش تلت ساعة، وبعد كده بيتشال وبيتحط يوم بعد يوم. نعم. بالنسبة طبعا 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 لازم الهوم وورك بتاع المرأة في البيت، سان سكرين بطريقة صحيحة، وتتفادى الشمس، وممكن تحط بقى كريمات التفتيح بالليل اللي بتقلل تكوين صبغة الميلانين المسؤولة عن لون البشرة. رائع جدا، شكرا لك على كل هذه المعلومات. لكن في نقطة أيضا مهمة جدا، نوع الغذاء والتغذية بالنسبة لموضوع المحافظة على البشرة أيضا. شو نوع الغذاء اللي لازم دائما نحافظ عليه أو دائما يعني؟ هو يعني طبعا بتفرق جامد جدا، الناس اللي بتشرب مية كتير بتفرق في بشرتها، أنها بتبقى هايدريتد، وهي بالذات الشخص بيحس بده اما بيغير عادته ان هو ما بيشربش ميه، لانه بيشرب ميه كتير. برضو طبعا الفواكه والخضروات لازم ياكل الحاجات الصحيه ويبعد عن الفاست فود. نعم. فاكيد. نعم. الحاجات دي بتفرق طبعا. جميل. في الاشراقه، الوش طبعا. نعم. اذا مايكرو باتش تقنيه جديده، يعني ممكن أن يستخدمونها لتفتيح البشرة، لإشراقة أو إضافة إشراقة للبشرة، خصوصاً اللي عندهم مناسبات أو عندهم يعني أيام يحتاجون أن تكون البشرة فيها أجمل من غيرها. فدائماً مايكرو باتش يمكن يكون هذا الحل السريع، موجود حالياً في العيادات، وخبرتينا عنه الدكتورة منى صالح. شكراً لك أيضاً على كل المعلومات.
ونتمنى لك صباح ويوم سعيد ان شاء الله. شكرا لك. حياك الله. إذا مشاهدينا بننتقل وياكم لفقرة ثانية خاصة بديكورات المنزل بعد هذا الفاصل القصير، خلكم ويانا يعني.